السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ السنة الثانية إعدادي مسلك دولي، مرحبا بكم. في هذا الفيديو غادي نبدأ الدرس الأول من الدورة الأولى. الدورة الأولى اللي هي لابارتي 1، فينومين جيولوجيك انترن، يعني الظواهر الجيولوجية الداخلية أو الباطنية. الدرس الأول اللي هو شابيتر 1، تيوري دو لا تكتونيك دي بلاك. اكتيفيتي 1، لا تيوري دو فيجنير. إذن غادي نبداو واحد النشاط اللي هو لا تيوري دو فيجنير. الو غادي نشوفو اش نقصدو بهاد لا تيوري دو فيجنير، يعني بالعربية نظرية فيجنير. سولون فيجنير، لا تير ايتي فورمي دان كونتينون unique appelé la pangée. Dan Vigner kiqol b'anna l'ard kant mkouna, yani mwahed lkotla qariya kabira, ism diala hiya la pangée, al-banjia b'l'arabia, donc qui s'est fracturé en donnant plusieurs continents mobiles. Yani had lkotla l'qariya hadi nqasmat w atatna 'iddat qarat mutaharrika, des continents mobiles les uns par rapport aux autres, يعني كيتحركوا بالنسبة لبعضهم البعض. إذن هادشي اللي كتقول هاد لا تيوري دو فيجنير. Comment étaient les continents il y a 250 مليون داني، يعني كيفاش كانوا القارات هادي واحد 250 مليون سنة. Comment sont-ils actuellement، دونك كيف دايرة الوضعية الحالية ديالهم. Quels sont les arguments émis par فيجنير pour appuyer sa théorie. دونك فيجنير باش يقدم هاد لا تيوري، هاد النظريه هادي، دونك يخصوه دي زارغومون، يخصوه براهين ادله باش يدافع على النظريه ديالو. دونك غادي نتعرفوا شنو هما هاد لي زارغومون اللي قدمهم فيجنير، اي مي بار فيجنير بور ابويي سا تيوري، يعني باش يعني يبين مدى مصداقيه ديال النظريه ديالو. غادي نبداو لو دوكيمون اللي كي يعني كيتكلم على لا تيوري دو فيجنير اون شيما. دونك حنا عرفنا شنو قال فيجنير، دونك الى دي كو لي كونتينون دونك فورم ان سول، هذوك لي كونتينون يعني هاد القارات اللي هما حاليا كانت كتمثل ان سول كونتينون، كانت كتشكل ان سول كونتينون اللي سماه لا بونجي. اذا هادي في ا عندنا اليا 250 مليون داني، دونك هادي واحد 250 مليون سنه كيف ما كنشوفو حسب فيجنير. Donc selon la théorie de Wegener, donc on a un continent unique, qara wahida. Wachno kihit bia, kihit bia un océan unique, wahid le mouhit, na mouhit wahid. Donc on a, tabiat l'hal, on a kan fahad fahad jahadi, on kait sema btitis, fahad jahnaya, yani f shark, f l'est, ou f l'gharb, kait sema pantalasa. Kadoma, المحيط اللي كانت يعني كيحيط بهم. نمشيو للبي، هذه دابا 180 إليا، دونك 180 مليون داني، 180 مليون سنة. اش وقع؟ دونك هاد الميغا كونتينون، يعني هاد الكتلة القارية كبيرة نسميوها، اش لاحظنا أنها انقسمت، دونك انقسمت إلى كتلتين قاريتين، دونك وحدة في لونوغ في الشمال، والأخرى هاد النصف الآخر هادو في الجنوب. هادي غادي تسمى لوغازيا، وهادي غتسمى الغوندوانا. من بعد غادي نمشيو للسي، إليا 65 مليون داني، دونك 65 مليون سنة. اش بدينا كنلاحظو؟ بأن هاد القارات اللي كانوا تيشكلو الغوندوانا، الغوندوانا هنايا في السود وحتى لوغازيا، غادي يبداو كيتفككو يعني عن بعضهم البعض. اشنو غادي يتاخدو؟ غادي يتاخدو اذا هاد غادي يوصلو عبر الزمن لهاد الوضعيه الحاليه اللي عندنا في الدي اوجوردي. لان هذه هي الوضعيه ديال القارات حاليا، وهذه هي الوضعيه ديالهم حسب فيجنير. دونك كانوا كيشكلوا كتله قاريه واحده وميغا كونتينون اللي كتسمى لا بونجي، وبقاو كيتفككوا دونك حتى وصلوا او تاخدوا الوضعيه الحاليه ديالهم عبر الزمن. إذن خلاصة، إليا 250 مليون داني،
La Terre était formée d'un seul continent. Donc, na, katmkouna, un seul continent, les voilà penchés. Au fil des années, elle s'est fracturée pour donner actuellement 5 continents séparés par des océans. Yani, abr zaman, had méga continent, had seul continent, achouk alayh, bdat kitjizz, kitfarraq, atana, l'qarrat, l'khams, liya, haliya, واللي يعني متباعدة عن بعض البعض واللي كيفرق بيناتهم محيطات. On déduit que les continents sont en mouvement. إذن أش نسنجنا كذلك بأن القارات فهي يعني تتحرك لأن شفنا الوضعية اللي كانت فيها هذه 250 مليون سنة وشفنا لا بوزيسيون ديالها أكتيال. إذن كنستنتجو On déduit يعني كنستنتجو بأن les continents sont en mouvement. On passe à l'activité 2. Activité 2, les radins choufoufia, les arguments de la dérive des continents. Alors, les continents sont en mouvement. Ce qu'on appelle la dérive des continents. Zahzahat al-qarrat, al-qarrat, il est mobile, il est en mouvement. تسمى لا تيوري دو لا ديريف دي كونتينون يعني نظرية زحزحة القارات. نشوف شنو هما لي زارغومون شنو هما الأدلة البراهين لي يعني دافع بهم فيجنير على النظرية ديالو. الو عندنا 3 زارغومون نتكلم فقط على 3 ديال لي زارغومون في لو دوكيمون 2. غادي نبداو بروميي ارغومون اللي هو لارغومون مورفولوجيك البرهان الشكلي او كيتسمى كذلك البرهان الهندسي. ناخذ كاكزامبل يعني كمثال نديرو ندير مقارنه ما بين هاد لي لين كوتير يعني هاد يعني السواحل الساحل الغربي ديال القاره الافريقيه كوتي دونك ويست ديال افريك مع لا لين كوتير ديال يعني ديال لاميريك دي سود نال لين كوتيغ است يعني اللي جات في الشرق. الى قربنا هاد القارات يعني على بعض مع بعضها البعض الى خدينا لافريك وقربنا ولاميريك غادي نلاحظوا بان كاين واحد لا كومبليمونتاريتي كاين واحد التكامل ما بين هاد القارتين كانهم يعني كانوا كتله قاريه واحده ومن بعد نفصلوا عن بعضهم البعض. يعني هذا كيزيد يبين بانه بالفعل هاد القارات كيف ما سبق لينا شفناهم ها هما هنايا مثلا شفناهم الا قربناهم كيكون واحد التكامل واحد الكومبليمونتاريتي ديال هاد لي لين كوتيغ ليست ويست مال ديال يعني ويست بالنسبه لافريك وليست بالنسبه لاميريك دو سود. اذا بالفعل هذا كيزيد ياكد بان هاد القارات راه كانوا في واحد هادي واحد 250 مليون سنه دونك فورم ان سول continent les voies la penchée. C'est l'argument morphologique. On passe à B, donc l'argument paléontologique. L'argument paléontologique, c'est ce qui est les fossiles. Les fossiles, les fossiles, les fossiles, les fossiles, les fossiles, les fossiles, les fossiles. Nous avons d'ailleurs dans le métal de l'Afrique avec l'Amérique du Sud. Donc, je vais vous dire. Il y a des fossiles dans l'Afrique et l'Amérique du Sud. ديال اش هاد الفوسيل مثلا هاد الفوسيل ديال ان ديناصور اللي كيتسمى سينوغناتوس في القاه القاه في افريك كيف ما كتشوفوا والقاه في لاميريك دو سيد. كذلك هاد الفوسيل تا هو دو ديناصور تا هو لي هو ميزوزوروس كاين كذلك في لاميريك دو سيد وكاين كذلك في افريك. ولقينا كذلك واحد من ناحيه بوغ لي فيجيتو كذلك بالنسبه للنباتات دونك كاين واحد الانفوجير اللي هو غلوسوبتيريس هذا كاين كذلك في لاميريك دو سود وكاين كذلك في افريك وكاين في دوتر كونتينون لقيناهم. دونك هذا حنا كنديرو غير هذا المثال ما بين افريك ولاميريك دو سود. اذا الا كانوا هاد لي فوسيل هادو دونك نون با لو بوفوار دو ترافيرسي يعني هاد لا ديستانس كي سيبار افريك ولاميريك دو سود يعني ان دو ترافيرسي le sillon atlantique kifash hatta lqinahom f hadli deux continents yani la ma kanouch qadrin annahom
ما عندهمش هادو القوم بانه ما عندهمش القدره من درسهم هاد اللي هاد الحيوانات ما عندهمش القدره انهم يقطعوا هاد المسافه كاملها باش نقولوا انهم شاو كانوا يمانا وتكاثروا هنا او العكس. دونك هذا اش كيبين؟ كيبين بالفعل بان لافريك ولا ميغ دو سود كانوا في واحد الزمن يعني ملتحمين مع بعضياتهم. دونك هذا الشيء اللي كيقول لنا يعني فيجناق يعني ترجعوا دائما لاش كرجعوا لابونجي اللي هو هذاك ميغا كونتينون الكتله القاريه الكبيره. كذلك هنا قلنا كمثال ولكن الا شفنا كذلك هذا الفوسيل هذا اللي هو ليستروزوريس هنايا راه لقيناه كذلك في افريقيا لقيناه في الهند ولقيناه فاش في الانتاركتيك القاره القطبيه الجنوبيه. هاد الجلوسوبتيريس راه ما كاينش غير في لاميغدوس كاين في افريقيا ولقاو في الهند ولقاو في الانتاركتيك ولقاو كذلك في الاستراليا. يعني راه بالفعل هادشي كيزيد كيبين بان هاد لي كونتينون كاملين كانوا ملتحمين مع بعضياتهم. دونك هذا هو لارغومون باليونتولوجيك سي لارغومون جيولوجيك. نشوفوا دابا اش كنقصدوا بالارغومون جيولوجيك. المثال اللي كندرسو ديال لافريك وديال لاميريك دو سود دونك فيجنا اش لقى هادو اللي كنشوفهم اون اورانج هادو سي سون دي روش انسيان دون لاج دي باس 2 مليار داني يعني صخور قديمه للعمر ديالها كيتجاوز 2 مليار سنه. اذا ملي كناخذوا لافريك الا قربنا لافريك بهذا الشكل اللي كنشوفوه هنايا قربناها لاميريك دو سود اش غادي نلقاو؟ غادي نلقاو بان هاد لي روش هادو هاد لي بلوك دو روش انسيان غادي يشكلوا لنا ان سول بلوك يعني روش يعني واحد الكتله قاريه كبيره يعني بحال كانت كتله قاريه كبيره اونفاس ملي تفرقات دونك لافريك على لاميريك دو سود اترافير دونك لو طون اش وقع؟ كل قاره احتفظت بواحد الجزء من هذيك الكتله الصخريه. يعني الا كانوا هما تيشكلوا كتله قاريه صخريه كتله صخريه عفوا واحده اذا هذا كيبين بانهم كانوا في واحد الزمن يعني ملتحمين مع بعضياتهم. اذا هذا النوت ارغومون اللي كيزيد يبين لنا بان بالفعل لي كونتينون donc forme un seul méga continent le voilà Pangée donc il y a 250 millions d'années هذا كي يؤكد la théorie de Wegener. إذن خلاصة le premier argument قلنا est l'argument morphologique qui تسمى كذلك l'argument cartographique. اش كنقصدو به؟ c'est-à-dire qu'il y a une complémentarité très étroite de la côte ouest d'Afrique avec la côte est d'Amérique du Sud. يعني قلنا كاين واحد التكامل يعني ما بين هاد السواحل هادو يعني ديال القارة الإفريقية والقارة ديال أمريكا الجنوبية. Le deuxième argument est l'argument paléontologique. هذا الارغومون باليونتولوجيك كي مونتر ليكزيستونس دي ميم فوسيل انيمو اي فيجيتو يعني كيبين تواجد ديال نفس المستحدثات الحيوانيه والنباتيه سور لا كوت ويست دافريك اي لا كوت است دامريك دو سود يعني لقينا نفس المستحدثات ما بين هاد القارتين. ثم الارغومون بيتروغرافيك كي تابلي اوسي ارغومون جيولوجيك c'est-à-dire l'existence de roches de même âge et de même nature et de نفس الطبيعه ونفس العمر sur les deux côtes يعني كنقصدوا بهم ديال لافريك وديال لاميريك دو سود. Donc tous ces arguments montrent que les continents forment un seul méga continent appelé la Pangée il y a 250 millions d'années. Donc c'est la théorie de Wegener. Alors ces continents vont se séparer donc les uns des autres à travers le temps. إذن إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. أشكركم على انتباهكم وإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.